اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى والديه وآله وصحبه وأزواجه وأمهات المؤمنين حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله العظيم. سيدي يا رسول الله بك الرحمن أقسم يا حبيبي وقد حلاك بالخلق العجيب فكنت ولم يكن لك من قريبي وعشت مبرأ من كل ذنب. تعالى الله أولاك الكمال وتوجك المهابة والجلال وصيرك المنارة والمثال فيالك يا محمد من إمامي سعيد من على قدميك سارا وليس بمدرك أبدا خسارا ومن يعدل بكم يلقى التمارى ويلقى في لظى يوم الزحام. لقد نلنا المنى لما وصلنا وبالإبناء منك لقد وصلنا فيا رباه بالغفران صلنا وزورنا حبيبك كل عام. منى نفسي أيا خير الأنام أراك بيقظتي مثل المنام فسل مولاك يا نور الظلام يؤهلنا لشامخ ذا المقام. أيها الإخوة المعزون الكرام نحيا مع ختام هذه الليلة القرآنية المباركة الليلة التي أقامتها العائلة الكريمة تكريما لروح المغفور لها بإذن الله تعالى والدة الحاج عبد الرؤوف خضر والأستاذ عدلي خضر والأستاذ مجدي خضر مع آيات البينات المباركات يتلوها علينا كروان إذاعة القرآن الكريم ملك المقامات ومحرك القلوب القارئ الذي تتحرك معه القلوب شوقا لرؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتلو الآيات المتعلقة بصاحب الجناب الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
مدد يا رب، مدد 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 يا رب، مدد يا رب، مدد يا رب. مين يا شيخ رضا؟ حضرتك شيخ رضا مع الاستاذ مصري بقى. ماشي، صلى الله عليه وسلم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. سيدي أكبر، الله منكم إن شاء الله. الله يرحمه، الله يرحمه. لو يطيعكم في كثير الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
واقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله يتقبل منا منكم. حاضر. واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم
أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بلى. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم
لكم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أخرج منها يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرون لم يلبثوا لا إله إلا الله لا
لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو صدق الله العظيم الفاتح.